السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس محمد عرفات من مساق المايكرو كنترولر قسم الهندسة الكهربائية بجامعة السامية مع الدكتور محمد عبد العاطف. طبعا احنا اليوم بدنا نشرح المشروع الخاص بالمساق بتاع البيك مايكرو كنترولر، ومشروعنا هو عبارة عن ديجيتال ترافيك لايت لتقاطع شارعين تو ستريتس. زي ما احنا شايفين بفضل في الاول انه انا بميل لهذا الاشي، انه انا افتح الدائرة اول اشي قبل الكود واشوف الدائرة كيف تشتغل معايا، ومن ثم انا ايش ابدأ انطلق الكود عن طريق فهمي لهذا الدائرة او السيركت او هذا البرنامج. فاول اشي احنا بنشغل البرنامج على البروتاس، بعدين نبدأ شرح عشان إيش تكون الصورة واضحة 100%. زي ما احنا شايفين هاي في عندي تو ستريت، هاي ستريت رقم 2، هاي ستريت رقم 1. طبعا انا زي ما احنا شايف انا هاي الاشارة هنا عبارة عن 7 سيجمنت تو 7 سيجمنت، الاشارة هنا عبارة عن تو 7 سيجمنت، وهي زي ما احنا شايفين احنا ايش قاعد ايش بعد كاونتر. احنا شايفين احنا في الستريت الاول الاشارة الخضراء هي شغالة الجرين، وفي الستريت الثاني الاشارة الحمراء هي ايش اللي شغالة وقاعدة بتعد. طبعا زي ما احنا شايفين هان هنا العد عكس، هنا الاشارة الخضراء شغالة وفي نفس الوقت على نفس الكاونتر زي ما احنا شايفين الاشارة الحمراء شغالة. وانا هنا مستخدم ايش بيك 18F4550 اللي احنا دايما ليش كنا نشتغل عليها في المادة. وزي ما احنا شايف انا طبعا فيش هنا عندي انبوت ده البيك، طبعا كله البنات اللي انا مستخدمه عبارة عن ايش اوتبوت، انا مش محتاج انا ايش ادخل اشي على البيك. طبعا انا زي ما احنا شايف انا ايش عشان انا اكسب عدد بنات، يعني انا اوفر حال عدد بنات، ما بديش يصير عدد بنات كتير، وانا بدي فاروح استخدمت بي سي دي. لو انا ما استخدمتهاش البي سي دي ادر بتحول لي من العاشر للثنائي، فانا حضطر اني ايش بدي عدد بنات كتير ويمكن ما يكفيش معاي. فانا اسهل لي حتى في برمجيا واوفر لي في الهاردوير اني استخدم البي سي دي ادر بتحول لي زي ما احنا شايفين النظام العشري، العشري للثنائي بتحول بين العشري والثنائي اللي هي بي سي دي ادر، تمام. فانا استخدمتها وربطتها بالبيك. فانا ايش سويت كمان في نفس الوقت اللي ربطتها على الاشاره الحمراء في الطريق الثاني نفسها ربطتها على الطريق في الطريق الاول. وزي ما انا شايف انا هنا عندما يوصل عدد 55 حيضوي الضوء الاصفر انه ايش استعداد انه يتغير الاشاره المرور. طبعا طول ما هو ضاوي الاخضر هنا حيكون ضاوي الجرين الاخضر هنا، طول ما هو ضاوي الاحمر هان حيكون ضاوي الليد الاحمر هان والباقيين طافيين. وزي ما احنا شايفين اذا وصل الثانيه 55 حيضوي الضوء الاصفر انه استعداد لتبديل الاشاره. فانا اعتقد هنا وضحت بعض الامور وضحت، تمام. وانا هنا عامل نظام الترانزستور ك سويتش، فانا الشابكو الجرين هنا الضوء الاخضر انا اللي شابكه، مش هذا ليش هذا الترانزستور عشان ايش يفعل لي البي سي يفعل لي السيفن سيجمنت. فانا هنا شابكه على الجرين على الضوء هذا وبدي اياه يضوي، نفسه شابكه على وين زي ما احنا شايفين شابكه هان وشابكه هان، وهنا نفس القصه انا اللي شابكه الريد شابكه هو هان وشابكه هان وشابكه هان. طبعا انا هنا عندي نيجي على على مايكرو سي الخاص بالبرنامج اللي انا عامله عندي. طبعا انا هنا اول اشي بعرف متغيرات زي ما احنا تعلمنا في المساق، لانه هذا بيعمل لي سهولة اكثر ومرونة اكثر في التعامل مع البورتال. فانا بعطيها اسماء من عندي، وبفضل ان الاسماء هذه تكون لها مدلول عندي عشان يسهل الوصول اليها. طبعا انا عندي البورت دي انا معرفه الليد جي 1، والبورت دي بي زي ال 0 انا 1 معرفه واي 1،
هنا ال ديد ار 1 معرف البي 2 عارف الدي 2 بالار 1 و3 بالجي 2 و4 بالواي 2 و5 بالار 2. انا ما عرفت بس بناء على ايش سهولة في الهاردوير. وين في الهاردوير انا شبكهم عندي، يعني مثلا انا هنا الار 2 طبعا انا شبك هنا الدي 5 على الار 2، فانا حطيتها الاسم هذا عشان انا اعرف وين انا شابك البورت عندي على السيركت ويسهل الي التعامل مع البورتات. طبعا انا هنا معرف متغير من نوع كاركتر من نوع كاركترستيك اسمه اي. طبعا احنا عارف ليش انا شو هذا الاي انا هستخدمه. طبعا هنا في عندي ايش عامل تو فانكشن فويد ستريت 1 فويد ستريت 2، انا الحين هرجع لهم بعد ما ادخل على الفويد مين. طبعا هنا الفويد مين هاي التريس البي وتريس السي وتريس الدي والبورت بي والبورت سي والبورت دي، عرفتهم كلو وعرفتهم كاوت بوت. تمام، هنا نخش على الواي لوب اللي بيصير فيها البرنامج اللي بيصير فيها. طبعا انا هاي عندي انا حاطط البورت بي والبورت سي البورت دي كل في البدايه حيكون ايش عباره عن ايش زيرو فرن لو. تمام، عشان انا ايش اضمن ما يكونش في عندي اي اشي مسبق عشان اشتغل على ايش على اشي مضمون. طبعا احنا هنا بست اساس البرنامج، بعد هيك هيدخل لي وين على الفانكشن بتاع ستريت 1، بعد هيك برضه حيرجع ايش صفر لي البورتات عشان اضمن ما يكونش ما يصيرش في عندي لخبطه في البرنامج، بعدين حيدخل لي على وين على ستريت 2. نيجي نرجع لهنا ستريت 1، ايش حيصير؟ بعد ما يضمن انه كله موجود عندي صفر البورتات ويدخل على ستريت 1 هروح انا على طول على الفانكشن ايش void street 1. تمام، فهي هنا عندي حيدخل فيها في انا عندي ايش for loop يقول لك for i equal 0 i اقل من 60 i بلس بلس. طبعا i هنا ايش عرفتها global برا. طبعا حيقول لي هنا اما ادخل void street 1 ويدخل في اللوب الموجود فيها بقول لي خلي لي الليد green 1 بيساوي 1 والليد r2 بيساوي ايش 1. يعني ايش حيصير؟ حنيجي هنا على البرنامج، هنا ايش حكالي؟ حكالي اول ما يبدا البرنامج ويدخل لي على الفويد ستريت 1 خلي لي الليد جي 1 1 والليد ار 2 1، هاي الجي 1 1 وحخليه بعدين ايش الار 2 حيخلي لي اياها 1. تمام، بعد هيك ايش حقول لي؟ بقول لي بورت بي يساوي ديس 2 بي سي دي ديسيمال 2 بي سي دي ورقة ديسيمال حول اللي هي البي سي دي اي. ايش حيسوي لي هذا؟ اللي حيسوي لي اياه هذه انا في عندي فانكشن جاهزه موجوده في المايكرو سي، وهذه الفانكشن بتعمل لي على تحويل الديسيمال ما بين العشري والثنائي. فانا هنا ايش؟ بتريحني ما دام انا اقعد ابرمج واسوي فبستخدمها هاي عشان تريحني في التحويل، تلقائيا بتحول لي. تمام؟ بناءً هتحول بناءً على ايش؟ بناءً على متغير الاي، طول ما هو ماشي الاي بتحول. بقول لي إذا الاي وصل لي هذا الشرط ايه؟ وصل الاي في العدد 55. تمام؟ الحين طبعاً ليش حطيت أنا الاي ما قلتلكوش؟ لأنه الاي هذه حتصير ايش؟ عليها يبنى العدد، يعني هنا لو رجعنا هنا على الديسمال بعدك 42 43 44 كيف برسمها على ال على الـ 7 سيجما عن طريق الفانكشن هذه. حطها مثلا هنا كان واصل واحد حرسم لك هناك واحد على طول بيحول لبرسم اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة. طبعا هنا قلنا اذا وصل 55 قولها اضوي لي الواي اثنين ليد واي اثنين خليها واحد يعني يضوي لي اياه والواي واحد خليها واحد اللي هو هنا يعني موصل العدد هنا 55 على الشاشة اضوي لي هنا الواي اثنين والواي واحد كدليل على الاستعداد شرط استعداد انه حتتغير الاشارتين في الطريقين حتقلب يعني. تمام، نيجي هان بعدين بقول لك ديلاي اعمل ديلاي عشان ما يصير في ايش لخبطه من ينتقل على الفويد الثاني الستريت الثاني. ديلاي مقدار 500 ملي سكند. الحين خلصنا هان الحين بطلع من الستريت 1 بعدين الحين ايش برجع على الواي برجع على الواي في الفويد مين بكمل البرنامج عادي. فبيجي هان بلاقي بطلع من الستريت 1 بلاقي قدام بورت بي بورت سي بورت دي صار صفر بسفر لك اياه. بعدين بدخل وين على ستريت 2 بيجي هان ستريت 2 نفس الفكره ونفس المنطق فور اي ايكوال 0 اي اقل من 60 اي بلس بلس. فهان انا عندي بحكي لك اضوي لي الليد جي 2
واضوي لي الليد ار 1 تمام، كدليل انه انا الجرين تو اللي هو موجود في الطريق الثاني اضوي لي اياه. هي احنا بنضوي عندنا، وقول لي هنا ايش تضوي لي الار 1 اللي هو هناك الاحمر في الطريق الاول، كدليل ان الطريق الاول مقفل والطريق الثاني مفتوح تمام. بعدين بقول ايش بورت بي يساوي ديسيمال تو بي سي دي اي، يعني انا بيحول لك بين العشر والثنائي زي ما حكينا قبل شوي، وبناء على ايش عم تغير اي، واحد بيرد لك على الشاشه واحد، اثنين بيرد لك على الشاشه اثنين، ثلاثه بيرد لك على الشاشه ثلاثه تمام. بعدين بقول لي هان اذا وصل العد ل 55 اضوي لي الليد الواي 2 اعطي لي اياه قيمه واحد انه اضوي لي اياه، والليد واي 1 اعطي لي اياه قيمه واحد اضوي لي اياه. بعدين بيعمل لي قال لك ليش ديلي بمقدار 500 ملي سكند وبيطلع، فالواي لو بعدين بيرجع بعيد بصير بيرجع بصفر بدخل على ستريت 1 بصفر بدخل على ستريت 2 وهكذا، فبتضل البرنامج ناش شغال الى ما لا نهايه تمام. فاحنا هنا بس انا عشان نشوف السير البرنامج عشان احنا فهمناه، احنا هي بيبدا بعد، هي بيبدا بعد بناء على كاونتر اي في ستريت 2، هي احمر ضاوي الار 2 احمر، وهنا طبعا ضاوي الاحمر هنا. طبعا هنا احنا قلنا هنا ما كما تناقشنا النقطه هذه انه هنا بيشتغل على اللو الترانزستور، يعني اذا جي 2 طافي حيشتغل لي هنا، اذا الار 2 طافي الار 2 طافي ها حيضوي لي هنا. فهنا يعني الترانزستور شغال على اللو اكتف مش على الهاي، يعني اللي بيكون هنا طافي الضوء اللي بيكون هنا البين طافي حيشتغل عليه الترانزستور. هيا نوصل ثانية 55 ضوالي ايش الليد تاع الاستعداد في الطريقين اللي هو هنا الواي 2 في ستريت 2 والواي 1 في ستريت 1 نوصل الشرط. زي ما احنا قلنا نعيد اخر مرة، هاي الليد جي 1 الاخضر طافي هنا، وين جي 1 مشبوك؟ مشبوك على الترانزستور هنا، فالترانزستور هنا صار لو، وانا الترانزستور بيشتغل في حالة اللو فحيضوي لي هنا. وهنا جي 2 شغال، وهنا الار 2 طافي، الار 2 طافي، وين الار 2 هنا؟ هنا الار 2 معناته طافي، يعني هنا جاي لو، اذا هنا جاي ترانزستور لو حيشتغل ترانزستور. وكان معكم المهندس محمد عرفات في المساق مايكرو كنترولر ديك في المشروع الخاص بالمساق، ويعطيكم الف عافيه.